العقائد ما تشتغل بالسياسة، تفسدها، مو صحيح؟ السياسة تفسد العقائد، وليس المفروض، وليس العكس، المفروض العقائد تصلح السياسة. أنتم سويتوها بالعكس. لذلك عودة الصدر متوقعة، والصراع اللي تحدث عنه متوقع، والموقف الدولي حتى اختصر لك ضد العراق سوف ينمو، مو كعراق وجود جغرافي وسياسي، ضد الوجود الممثل بالطبقة السياسية. أنا حتى ما أسميهم حكومة ونظام، لأنه سقطت عنهم هاي المفاهيم. هذا الوجود العبثي خلاص. لذلك هم يقولون حكومة السوداني، هم يقولون حكومة الفرصة الأخيرة. ولذلك المجتمع العالمي بعد ما يسكت، كما ما سكت على بوتين اللي هي دولة أيضا عظمى وقوية، ما سكتوا عليه. صح. طيب فشنو ذولا حتى يسكتوا عليهم؟ فلذلك النهاية قادمة إن شاء الله. أتمنى من شعبنا الوحدة آمين يا ربي، في الناس الأمن المختلفة والأمان لكل العراقيين، إن شاء ولجنابك الله دكتور جميعا. أحمد تحياتي. الأبيض.